هادي أكارت ناسيونال، هادي تبيريمات. مشيت عند مقدم قلت ليها اللي كاين اللي كاين، قال لي تعليمات من القيادة ما نعطيك شي حاجة. كيكون فيا شي ميتو دخلت معاه في صيغة ديال هاد اللعبة ديال سير جيب ليا مرتك نشوفها، سير جيب ليا. دابا هاد المدام شاد باش ضرب الفاكسان، قالوا ليها سيري تدي لاكارت عباد الله. الاسم الكامل شعبي يوسف، الساكن بدوار الشعبة، قيادة وجماعة غمات. اش بغيت نقول لكم الاخوان، والله العظيم هذا الشيء يحز في النفس، يحز في النفس حق الله العظيم. يكون ما قوة الايمان، قوة الايمان، قوة ديال الايمان اللي عندي، وبعض الاصدقاء الحمد لله وناسي الهم. المشكل هو كاين الفشل في الادارة المغربية، الفشل في الإدارة المغربية. أنا كنعمم لأنني كاين في وسط الجماعة ديالنا والقيادة ديالنا، كنقول فشل كيبان ليا أنا. هذا توجيه كنوجهو للسيد الحموشي وكنوجهو حتى للسيد الفتيت، نبينو خدموا معنا، خدموا معنا الله يجازيكم بخير، لأن هذه راه تعليمات ماشي هاد عبد المذنب اللي كنعطيك. أنا ما كنعطي تعليمات، أنا هي كنستعفكم الاستعطاف، أنا ما كنعطي أوامر. ولكن سيدنا الله ينصرو اللي هو أب ديالنا، ملك ديالنا وأب ديالنا، فخورين بالدولة العلوية، جزاهم الله خيرا، والله يخليو ديما الحالة زينة والمغرب ديالنا في الاستقرار. هذه أخويا الله حالة مدنية، أنا كنسميها حالة مدنية. هذه أكارت ناسيونال، هادي تبيريمات. مشيت اخويا بغيت نقاد هاد لاكارت للمدام ديالي، الزوجه ديالي هي من مدينه اخرى، مدينه اخرى ماشي من بنت المنطقه، ولكن انا ولد المنطقه. تزوجنا، جبت السيده كانت عندها لاكارت ديالها، ما عندناش، وكاينين الدراري خمسه الوليدات، والكبير عندي عنده 12 عام، وساكنه ما كانش في شي قنت، والله راه في شي قنت، ساكن في بلاد ديال جدودي في هاد المنطقه ديال جامعه غمات. كان نمشي 2020، مشيت عند مقدم قلت ليها اللي كاين اللي كاين، قال لي تعليمات من القياده ما نعطيكش شي حاجه. الله يجازيك بخير. الاخر الشيخ كنقول ليه طان، كيقول لي نسيت الكاشني، قسما بالله اللي كيكون فيا شي ميتو دخلت معاه في صيغه ديال هذه اللعبه ديال سير جيب ليا مرتك نشوفها، سير جيب ليا. دخلت عند السيد القائد المحترم، قلت السيد القائد بغيت شهاده السكنه، لاش بغيت نقاد لاكارت للمدام، قال لي ديت صاور، جيت عقود الزياد، جيت النسخه الكامله. قال لي لا السيده ما كايناش عندي هنا، ما كايناش عندي. ايوا هذا القائد اللي كاين في البلاصه ديالهم صيفط لي واحد المفوض ديالك الله يرحم ليك الوالدين يجي يتفاوض لي مع هادو، وفينا هي تقريب الاداره من المواطن. اقول صعيب حنايا، انا كنقرا القانون كنلقى فيه، ولات عينيا كتقرا، صعيب المسطره على المواطن، صعيب المسطره. لك شوف العائله ديالنا هكا كتعاني، كيلقاو عندك لاكارت الشعبي، فخورين باللي انت مال الشعب، حنا في الشعبه وعندي كنيه الشعبي اشعبي، والشعب كنفتخر بهذه الكنيه ديالي، كيلقاوها شعبي. والله ما تشد بيلانس، قلت لك ما تشد طعم المدرسي، راه كتعرف غمات، ها انت شتي راه هنا واش بعيد على غمات اخويا، بعيد والله ما تاكل المطعم المدرسي تما. وبهذا الشيء باش كنهضر للمدرسي، الهضر للمدرسي، شباب من عائلتنا خرجوا بسبب ديال هذا المطعم المدرسي. وهذا المشكل، هذا المشكل ديال هذا لاكارت ماشي لي انا، ها الحاله مدنيه اخرى جايه ديال الاخ ديالي. اول حاجه غادي نهضروا على هاد الناس اللي كيحرمونا من الوثائق الشخصيه، يعني حنا ما عندناش الحق في اي وثيقه في هذه القياده. الا مشيتي دير شكايه عند القائد بهذا عون سلطه كيقول لك خرج عليا برا. يعني ها هما الناس، ها هما المدام عندي حتى هي تقالت لي 2017، يعني فاش كنمشيو كنشدوا لي ونشدوا لي اي وثيقه ديالها، ما كيعطيش هذا العون السلطه، ما كيعطيكش الوثيقه اللي انت من حقك تشدها. فاش ما عرفناش علاش، علاش السي العون السلطه ما غاديش يعطينا هاد الجهه السكنه، راه ساكنين هنا ماشي مزيوده هنا وساكنه هنا بالعلم ديالهم. فاش كتمشي تشد ليها وثيقه كيقول لك لا، اشنو هو؟ كيقول لك راه بيني وبينك نزاع. يعني هذا السيد كيتدخل في الحياه الشخصيه ديالي باش هو ينتقم،
ولا دروك هذا هو اللي قال لك باين ينتقم، حتى ولا حرض عليا الناس ديال الدوار بهذه الطريقه. حنا كنهضروا بالقوانين 2017 وانتم كل المغاربه كنعرفوا بان التلقيح الا بغيتي تضرب الفاكسان كيطلبوا منك لاكارت اسيونال. دابا هاد المدام مشات باش تضرب الفاكسان قالوا لها سيري تاك تجي لاكارت. عباد الله تصوروا معايا انتم لاكارت ما عندهاش، فاش كنمشيو عندهم كيقول لك سيري تضرب الفاكسان. واش هاد الفاكسان غادي تضرب هاد السيده؟ شكون اللي بغى يستافد منها؟ راه عرفنا المعلومات ديالها بان هاد الناس كيقول لك هاد لاكارت ما باقي ساويه والو، يعني خاصها لاكارت هي الاولى عاد نضربوا ليها الفاكسان. هاد الناس واش كيتحمروا عنا؟ ما فهمنا حتى شي حاجه من هاد الناس. يعني فاش السيده كتطلب حقها حتى هي راه بغات تنبي النداء ديال الوطن، بغات تضرب الفاكسان، كلنا خايفين على ريوسنا. يعني فاش كتبغي تضرب الفاكسان كيقول لها سيري جيبي لاكارت. ها هي السيده ما عندهاش لاكارت وما ضرباش حتى تلقيح، لا الاول لا الثاني لا الثالث. اشنا هو شكون اللي كيتحمل المسؤوليه في هذه القضيه؟ يعني الوثائق الشخصيه تحرمنا منهم. ها هي بالدليل 2017 توفات هاد لاكارت. اشنا هو؟ وعباد الله كلهم كتلقى عندهم لاكارت باقي جديده، الا حنا. حنا راه المعاناه كنعاني موت هادي. في الاخر كيقول لك بان راه هذاك الشيء راه بغاو بلاصه باهم. حنا ما بغيناش بلاصه بانا. حنا بانا الحمد لله خلى بلاصته نقيه، با جدي خلى بلاصته نقيه، وكلنا كنعرفوا الطريق. سولوا على طريق الشيخ، على من علاش تسمى طريق الشيخ؟ تسمات على با جدي هو اللي وقف على هذيك الطريق تصاوبها. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.